عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. واخيرا واخيرا غادي نصوب الصفوف ان شاء الله باذن الله، اولا سلو اولا الزميته، المهم كل واحد وشنو كيسميه، كل واحد شنو كيقول له، حنا كنقولوا له سلو. واخيرا غادي نصوب سلو. المهم هنايا كيف ما غادي تشوفوا، ها هو عندي الطحين، هنايا ها هو عندي الطحين مصوب ناضي كيف ما غايبان لكم. ولكن مازال ما صوبت حتى شي حاجه، يعني الشيء الاخر مازال ما صوبتوش، مع هذا مثلا نقياو داك الشيء. ها هو الزنجلان من بعد ما نقيته ما بقى فيه حتى شي حاجه، ها نتوما، ولكن مازال ما حمرتوش، غادي نحمرو دابا. بالنسبه للتحمير ديالو سهل، اصعب حاجه في السلو هو الزنجلان، اصعب حاجه اون فوا يكون عندك الزنجلان مصوب صافي، وزيد عليه حتى داك الطحين، حتى داك الطحين خاصو يكون حتى هو محمر. ولكن هذا كيدي وقت بزاف، لان خاصك تغسليه وخاصك تشمشيه وخاصك تنقيه وعاد تحمريه، يعني هاد المسائل هاد المراحل كامله كتدي لك الوقت بزاف، وما كيصلحلكش انك تخلطيه في نهار. اما مثلا الطحين بامكانك تحرقيه سيغ بلاص، اللوز بامكانك حتى هو تصوبيه سيغ بلاص. بالنسبه للوز مثلا ما صوبتوش، عاد غادي نديرو هنايا، عاد غادي نفركو وغادي نقليه. بالنسبه انا غادي نقليه، ما غنحمرو ما حتى شي حاجه، غادي نقليه كنديرو انا مقلي. يعني مهم اللي صعيب كي قلت لكم هو هذا منين نزال، يعني صافي دابا بقى له غير التحمار. بالنسبه للتحمار ما غاديش نحمرو في الفران، غادي نحمرو غير في الكوكوط. دابا غادي نوقف هنايا عليه ونبقى هكا كنديه هكا حتى يتحمر لي. نديرو هنايا في الكوكوط، كيجي ساهل مع هكذا. عرفتي البنات راني ما نقيتش الزنجلان كامل، نقيت غير اللي غادي نحتاج، ما بغيتش نجلس نقيه كامل، لينا فريمون عييت. كانت غادي تصوبوا معايا فاطمه الزهراء، ولكن كانت مشغوله هي داكشي علاش صافي صوبتو غير بوحديتي، وما كذبش عليك ما قديتش نكملو هكا كامل. صافي بالنسبه لهذاك ها هو تحمر، والزنجلان ها انا دابا غادي نحمرو، غيبقى لي غير النوى. انا ما غندير لا كاوكاو ولا حتى شي حاجه، غيبقى لي غير النوى. النوى حتى هو ساهل حالو، غير غادي نفركو وغادي نقليه يعني هكا في الزويته صافي، ومن بعد غادي نهرمشو باش هكا يتهرمش لي صافي. وغادي نخلط. بالنسبه للتخلاط غادي نشارك معكم اكيد المراحل اللي كندير اولا المقادير اللي كندير. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي اسماء تشاركي معنا منين تجي تخلطي ورينا كيفاش كديري له، صراحه انا كنت كندير طريقه في شكل اخر، وليت كندير طريقه في شكل اخر، لان كنت كندير الطريقه ديال ماما عندها طريقه في شكل، وديال حماتي عندها طريقه في شكل، وديال حماتي صراحه هو كيجي غزال، كيجي بنين، كيجي زوين. ودابا غادي ندير الطريقه ديال حماتي، هو اللي غادي ندير. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم، المهم غادي ندوز دابا باش نحمر هذاك الزنجلان. بالنسبه للوز درت تقريبا كيلو لارب، خليت غير واحد شويه هو اللي خليته. اما تقريبا اللوز درت كيلو لارب، لان نص كيلو غادي نحتاجه في المقادير، وداك الرابعه غادي نحتاجها لهاديك للزواق، داكشي علاش درت كيلو لارب. اما القياس انا بلاتي ونقول لكم بالضبط شنو غادي شحال غادي ندير زعما هكا ديال القياس في المجموع ديال كلشي.
من بعد ما حمرته ها هو فين درته. سبحان الله العظيم كيكون مغسول ومشمش كيكون في شي شكل، ملي كيتحمر كيتنفخ شي شويه كيرجع مزيون. المهم كيما غايبان لكم هنايا ما فيه حتى شي نقطه، شي داك نقطات الكحول ولا هادو اللي كيكونوا فيه كله زولته، حتى داك الزنجلان واخا ما يمشي حجر ولا هذا، غير داك الزنجلان اللي كيكون هكا بحال محمر بزاف من عندهم النيت يعني. كنقول لكم هو اصلا كيكون هكاك بحال الا محروق ولا ما نعرف. هذاك البنات حتى هو زولوني، ان هذاك كيطلق لكم المروره في سوا في حلوى شباكيه. المهم اي حاجه جيتو ديروها بالزنجلان نقيوها مزيان، ماشي انا قلت لكم حتى من ماشي ضروري من الحجار ولا من الوسخ، حتى منه هو يعني، هو مي كيكونوا داك الحبيبات كحل حتى هما زولوهم، لان هادو كيطلقوا المروره. المهم هادي غير كنصيحه وصافي. المهم ها هو من بعد ما حمرتو درتو هنايا كيف ما غايبان لكم صافي. هذا حتى ها هو حتى هو ها هو هنا، هنايا جبدت العسل باش غادي ندير العسل، وهنايا كنحمر واحد شويه ديال شو سميتها ديال النافع، حتى هو خدامه كنحمرو واحد شويه وعاد بدا كيطلق لي الريحه ديالو صافي. المهم دابا كنحاول على اساس انني نقادد كلشي. وهنايا فاطمة الزهرة، هانتوما فاطمة الزهرة كتصوب لي اللوز باش باش ندوز نقليه. ها هو فاطمة الزهرة مشات كتصوب شو سميتو الفطور، وانا غادي نكمل حيت هي اللي كانت كتنقي لي هذا اللوز، وانا غادي نكملو صافي. عندي دابا كلشي واجد، كلشي مصوب نظيف، خاصني دابا نصوب غير هذا غير اللوز نصوبو ونقليه وصافي ونطحنو ونبدا في شو سميتو في التخلاط ديال السلو. هذيك نافع صافي حتى هو راني مصوبه طحنتو، المسكات حتى هي دقيتها، الزنجلان حتى هو طحنتو درتو كنتو كتشوفو لي كنحليها كان تحت، كنت كنخويه ملي كنطحنو كنخويه في واحد البانيو كنخويه تما صافي في النوبه. دابا لي غنبقى نصوبو غنبقى نخويه نيشان في البانيو صافي. هادشي لي كاين بالنسبة للبنات لي كنظن شحالي متفرجو فيا أولا ما زقلو واحد الفيديو يقول لي شكون هي فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة هي المساعدة اللي معايا دابا حاليا، وحدين سولوني قالوا لي واش كتبات معاك، كتبات معايا تصوروا النهار فاش غادي تجي لعندي. قالت لي المهم تبقى تمشي هكذا كل سيمانه، تمشي مره تمشي مثلا السبت وترجع للحد، تمشي تشوف دارهم وترجع والسيمانه كلها تقيل معايا. المهم على هادشي اتفقنا، النهار جات بدا الحجر الصحي، النهار جات بدا الحجر الصحي، مسكينة دابا كتقول لي مبقاش يتقاضى تمشي تشوف دارنا، توحشاتهم، ياك فاطمة الزهرة، توحشاتهم،
فوقاش تمشي. المهم تما والله هادشي ما يبقاش باش تمشي تشوفوه. ان شاء الله باذن الله ما بقاش. خص غير حنا نلتزموا بالديور ديالنا، نلتزموا بالحجر الصحي في المنازل ديالنا، وان شاء الله باذن الله الوقت الصغير دغيا غادي يفنفن وغادي يطير وما غتبقى حتى شي حاله ان شاء الله في المغرب، وغادي نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله راه من بعد كل كي كنقولوا من بعد الضيق كاين ان شاء الله غير الفرج. هادشي اللي كاين غير الواحد شي شويه شي يلتزم دابا حاليا، واخا راه صعيب ولكن ماشي مشكل. اللهم نبقاو محبوسين واحد ليامات وان شاء الله هادشي كله يرجع بحال ما كاين حتى شي حاجه، ولا كل مره نبقاو نزيدو كل مره نبقاو نزيدو والحالات كيطلعوا وغاديين كيتزادوا. ايوا المهم الله يصوب يا ربي امين ويهز علينا هاد الوباء هذا اللي حنا عايشين فيه حاليا، اللي ما كناش دايرين لا حساب ولا ما كناش حتى كنفكروا فيه. سبحان الله العظيم شوفوا الحياه كيفاش كتقلب راسا على عقب في بين كي كنقولوا بين عشيه وضحاها. المهم نكمل صفوفي نكمل السلوية نتلاقاو من بعد. بالنسبه هنا كيف ما كتشوفوا درت الزنجلان هو الاولاني مور ما طحنتو، وهنايا عاوتاني كذلك اللوز حتى هو من بعد ما طحنتو درتو حتى هو هنايا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الطحين ديالي من بعد ما حمرتو حتى هو غادي نديرو. المهم بالنسبه للبنات اي حاجه جافه هي الاولى، اي حاجه جافه هي الاولى، ومن بعد عاد كنديرو هذا داك ليدان. وبالنسبه للطحين ضروري ومؤكد ملي نجيو ديروه غربلوه مزيان، لان باش ما يبقاش فيه داك الكواور وداك الشيء خاصو يتغربل سواء كان الطحين اولا هادي سكر كلاصي، ضروري خاصكم تغربلوه باش ما يبقى لكمش هكاك الكواور ديال الطحين عندكم في السلو ديالكم. المهم هنايا كيف ما غتشوفوا كنغربل غير في هاد الصفايه هادي ديال العاديه ديال المطيشه.
صافي. وغادي نصوب كذلك الفوق الفورس سكر كلاصي. انا نقول لكم المقادير بالضبط شحال. حاجه وحده اللي ما نقدرش نقول لكم المقدار ديالها وهو ليدان، يعني هذيك الزبده ما نقدرش نقول لكم. وكل واحد باش كيصوبوا، كاين اللي كيصوبوا بالزيت وكاين اللي كيصوبوا بالزبده. انا غادي ندير الطريقه ديال حماتي، كيعجبني السلو ديال حماتي. غادي نديرو بالزيت، غنديرو بالزبده. ماما كديرو بالزيت، داك الزيت اللي كتقلي فيه النوى هذاك هو اللي كتخلط به، هي ما كديرش الاخر، هي ما كديرش الزبده. صافي. كذلك هذه المسكه حتى هي خصكم مر ما تدقوها، حتى هي خاصها تغربل. صافي، دابا ساليت هذا الشيء الجاف كامل. هانتوما البنات، عندي انا درت نص كيلو من كل حاجه. درت نص كيلو ديال الدقيق الفورس محمر، ودرت نص كيلو ديال اللوز، ودرت نص كيلو ديال الزنجلان، وعندي هنايا ديال السكر كلاصي، عندي زلافه ما عامرهش تقريبا واحد 200 غرام. هادو هما المقادير اللي عندي دابا حاليا، درتهم هنايا. غادي نزيد عليهم نص معلقه ديال النافع، وغادي ندير تقريبا شي 4 معالق ديال القرفه. ياكم دابا شنو باقي لي؟ باقي لي جوج ديال الحاجات باش غادي نكمل السلو ديالي كامل، وهي عندي هنايا العسل. بالنسبه للعسل، بغيتي ديري العسل عاديه ديريها، بغيتي ديري العسل الحره ديريها. انا هنايا دايره العسل الحره، هي اللي غادي نديرها. عندي كويس ديال العنبه ديال العسل الحره. وبالنسبه للزبده ما غاديش نقدر نقول لكم، لان نتوما اللي كتكونوا كتحكموا فيها، يعني منين تكونوا كتخلطوا نتوما اللي غادي تشوفوا القياس ديال الليدان. كذلك الا كنتو غتخلطوا بالزبده بالزيت البلديه اولا بالزيت اللي قليتو فيه النوى، نتوما اللي غادي تكلفوا، يعني نتوما عينيكم ميزانكم. منين تكونوا كترونوا بيديكم ديروا له هكذا تجمع لكم، صافي بركه عليه. ما تجمع لكمش عرفوا راه باقي خاصو الليدان. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا غادي نخلط هادشي اللي جاف كامل بوحديته، وعاد ندير العسل وندير الزبده ونبدا كنجمع فيه. داك الساعات خصو الدليك، الدليك ضروري، الدليك حتى كيطلق ليدان ديالو.
هانتوما البنات كيف ما كيبان لكم صافي دابا ساليتو وجمعتو مزيان، هانتوما كيف ما كيبان لكم حتى كيتجمع، حتى كنجربو هكا ونشوفو واش كيتجمع عاد كنحبسو. المهم بالنسبه للزبده تقريبا هز كيلو ولا ربع ديال الزبده اللي هز، ولكن شنقول لكم تبارك الله جا مذاق ديالو هائل، غزال غزال بحال اللي كديروا حماتي فوتوكوبي. والله لا لا ماشي كنشكر راسي، ولكن والله العظيم بناتي الا جا بنين جا زوين، لا ماشي احسن من ديالها ولكن نفس المذاق، يعني انا اصلا كنت كنقلب على المذاق يجي نفس المذاق ديالها حيت انا كيعجبني الصراحه سلو ديالها. دابا غادي ندوز باش نجمعو حيت ما خاصوش يبرد قبل ما يتجمع، ضروري خاطي تجمعيه قبل ما يبرد. ايوا المهم ندوز نجمعو. لا لا ما تقولوا ما حد قاش حد قوصوا بتسلوا لبنيتي الله يجيب على خير. قال لك شنو فينا اللي تجيب تران في الطوبيس في الكار فاش المهم الله يفك جميع الوليات على خير وبخير، وفي نيتي انا على خير وبخير ان شاء الله، ونفرح بنيتي ومنين نشوف عوينه تنسى وجيعاتها. المهم ها هو واخيرا ها انا ساليتو كيف ما كتشوفوا. من الصراحه عرفتي راه خصهم يشوفونيش هنايا البوليس، يشوفوني البوليس يديوني الحبس طلقيطه د الحشيش. هاد الطريقه هادي كديرها حماتي هي اللي كدير هاد اللعيبه هادو كتصيفطو لنا كديرها شي امي. قالك لا اختي ما كديرهم شي امي، خفتي على امك ومشي انا وياها بعدا نتوانسو انا وياها. امي مراه كبيره لا والله الا بصح هي اللي كدير هاد الطريقه. المهم تبعت المراحل ديالها كاملين، هي اللي كدير هاد الطريقه وكتصيفطهم لنا كل عام من نهار تزوج، كتصيفطهم لنا كل عام هكا كتصيفطهم لنا. ايوا هاد المره صوبتهم انا مسكينه والله الا عاد دابا كنت كنهضر معاها قالت لي والله العظيم يا بنيتي الا كنت ناويه على اساس نصوبوا لك بيدي ونطلعوا هذا ساعه ما كتبش ماشي مشكل. قلت لها شوفوا حتى تجيو نذوقكم انا داك الساعه تسلو ديالي باش تنقطي لي. المهم قالت لي في المنظر وداكشي وحيت هي بالمقادير ديالها قالت لي نعطيك 10 على 10 واخا ما ضايقهش. ايوا يا سلام دابا انا راه عرفتي شنو راني اطير واطير. عرفتي كتعرفوا زعما الحمام ملي كتشكر العروسه يا سلام العروسه كتزيد فيه وكتطلع طلع طلع كتدلي رجليها. المهم حبوباتي ها هو ها هو درته هنايا، ومن بعد كنحل هذيك الخنيشه وكندير له النوه كيف ما كيبان لكم، كندير له النوى اللي كيكون مقلي ومهرمش، وكنولي نعاود ندلكو شي شويه بالدلاك باش كيدخل فيه، وغادي نخليه غادي نديرو في الثلاجه من هنا لغدا ان شاء الله عاد حتى كيجمع راسو. من هنا غدا ان شاء الله عاد ناخذو ونقطعو. نتوما كيف ما بغيتو تقطعو، بغيتو تقطعو مكعبات، بغيتو تقطعوه معينات، كيف ما بغيتو تقطعوه قطعوه وصفوه في شي بواطه
وخبعوه هادشي اللي كاين. المهم انا كنخبعو في الكونجيلاتور. بغيتو نتوما تخبعو في الكونجيلاتور كلها وكيفاش كيعيش حياته نتوما حرين. المهم انا تشاركت معاكم غير الطريقه ديال حماتي واللي كتعجبني انا. تشاركت معاكم الطريقه ديالي وصافي هكا باش الا بغيتو ديروه ديرو، ولكن فريمون كيجي بنين، راه كيجي واحد المذاق فيه واعر. انا عارفه البنات كاين اللي غادي يقول لي مثلا لو كنتي خلطتيه مثلا بالزيت البلديه ما كيعجبنيش هكاك، كاين اللي يقول لي خلطيه بالزيت اللي تقلات فيه اللوز. انا ماما كدير له هكاك. انا صراحه واخا ديال ماما يعني كبرت به وكلشي، ولكن بحماتي كيعجبني صراحه كيعجبني. وشو سميتو كاين اللي كيزيد فيه الزرارع، كاين اللي كيزيد فيه زريعه الكتان، كاين اللي كيزيد فيه حب رشاد مطحون، كاين اللي كيزيد فيه المهم كل واحد شنو كيبغي يدير فيه. ولكن انا درتو هكذا عادي كيجي مذاق ديالو غزال. تصورو نص كيلو، راه القوام تبارك الله فيه القوام، نص كيلو ديال الفورس، نص كيلو ديال اللوز، نص كيلو ديال الزنجله، راه تبارك الله نفس الكميه غادا بها. يعني نص كيلو ديال الفورس راه لا شيء، جوج دراهم ديال الفورس والله الا جوج كيلو، نص كيلو الفورس هي جوج دراهم ديال الفورس. وتبارك الله درت اللوز، درت الزنجله، درت شويه د النافع، وتبارك الله راه حط لي راه كميه اللي هي تبارك الله لا باس بها. صافي غادي نديرو دابا في الفران، غادي نديرو في الثلاجه حتى يبرد ويشد راسو مزيان. وغدا ان شاء الله غادي نقطعو الفيديو، ما غنديرلوش المونتاج هاد النهار في الليل، غدا الصباح ان شاء الله نديرو المونتاج باش نشارك معكم من بعد ما كيجمد. ماشي كيجمد يعني غير كيشد فراسو بداك العسيله وداك الزبيده، نقضوا ونقطعوا وتشوفوا غير كيفاش الشكل ديالو كيفاش كيجي وصافي. وهنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، ما تنساونيش من لايكاتكم. الله يسهل عليكم. السلام عليكم، تلقاو ان شاء الله فيديو جاي. بيزو كبيره عليكم، الله يدخل علينا ان شاء الله هذا رمضان مبارك مسعود بالصحه والسلامه، بالرزق وبالتيسير، ويهز علينا ربي هذا الوباء. يلا باي باي.